السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين مزيانين ان شاء الله وبصحة جيدة. واليوم ان شاء الله غادي نوريكم واحد الطريقة ديال الجبن المثلث، كيفاش ترجعوه على هذه الطريقة هذه، يعني على هذا الشكل هذا كريمي، لان دائما عندنا مشكل خصوصا يعني الناس الاسبانية كنبقاو نستعملوا بزاف، او الناس الخارج كاملين كنستعملوا بزاف هذا النوع هذا ديال الخبز، يعني هذا الخبز الطوست، وكتجي رطبة بزاف. يعني ملي كنجيو ندهنوا فيها يعني الجبن المثلث دائما كي تهرس معانا، او لا يعني الخبز كتقطع معانا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. ودابا غادي نقول لكم واحد الطريقه اللي هي مزيونه بزاف، اللي غادي ترجع معتمده عندكم، وحتى ولادي يعني عجباتهم الفكره بزاف، يعني دائما كتبقى تقطع معاهم كيف ما كتشوفوا، فحال هيدا كتبدا تقطع. فهاد الطريقه هذه عجباتهم بزاف وكتبقى سهله، يعني انتم كتشوفوا حتى الفيديو جا قصير بزاف. دابا غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. دابا غنبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير فما عندناش المقادير بزاف، فاحنا غادي نحتاجوا الجبن المثلث اي نوع متوفر عندكم، وغادي نحتاجوا الحليب فقط، يعني جوج مكونات فقط هما اللي غادي نستعملوه. بالنسبه للحليب كيبقى على حسب يعني القوام ديال الجبن كيفاش خصكم، واش قاصح واش رطب، يعني كيبقى الاختيار ديالكم. بالنسبه للاضافات اللي ممكن تضيفوها في هذا الجبن هذا، انا بغيت نظهر لكم او بغيت يعني نشارك معكم واحد الطريقه اللي هي سهله ومتوفره عند كل شيء، وغادي نزيدكم اقتراحات ولا غادي نزيدكم افكار اللي بغى او اللي متواجد عنده هاد المقادير هادو، فممكن يضيفهم حتى هما. مثلا ممكن تضيفوا البصل بودره، ممكن تضيفوا الثوم، المعدنوس، السحتر او الزعتر، يعني اي حاجه مجففه كانت عندكم كتعجبكم فممكن تضيفوها، او لا ممكن تضيفوا السانوش، الجنجلان، ممكن تضيفوا يعني بزاف الحاجات في هذا الجبن هذا، باش يبقى عندكم يعني منسم وجه الطيبه ديالو مختلفه. او لا ممكن تعملوا بزاف الانواع، تعملوا مثلا واحد العادي، واحد بالزعتر، واحد بالمعدنوس والثوم، يعني تعملوا هيدا يكون عندكم شكيلات متنوعين كيف ما كتشوفوا هنايا. فانا يعني فسخت ولا حليت الجبن كامل، عملته في واحد الوعاء اللي غادي نطحنوا فيه. ودابا هنايا كيف ما كتشوفوا كنضيف الحليب، غادي نضيف دابا تقريبا واحد يعني كيف ما شفتوا 3 ملاعق كبيره من الحليب، ومن بعد غادي نضيف واحده. المهم انا قلت لكم كيبقى يعني اضافه الحليب كيبقى على حسب الاختيار ديالكم وعلى حسب القوام اللي كتفضلوه نتوما. كما كتلاحظوا انني كنبقى يعني نطحن هذا الخليط هذا صافي حتى كنحصل على واحد القوام كريمي، يعني كترجع فحال واحد الكريمه كيف ما كتشوفوا، كترجع لنا على هذا الشكل هذا صافي. هنايا غادي نعاود نزيد الملعقه اللي قلت لكم ديال الحليب باش نزيد نحصل على واحد القوام كريمي اكثر. يعني التوتال استعملت في واحد العلبه اللي فيها 24 قطعه استعملت فيها 4 د الملاعق، ممكن انا قلت لكم تستعملوا 5 6 على حساب الذوق ديالكم. صافي ها هي الكريمه دابا من بعد ما وجدت معنا. صافي غادي تصبوها دابا في واحد الوعاء ولا في واحد العلبه اللي غادي تقدروا يعني تحتفظوا بها في المبرد طبعا. بالنسبه لهذا الجبن هذا يعني ملي كنفتحوه وكنستعملوه على الطريقه هذه فطبعا ما كيبقاش شي مده طويله. وعلاش انا كنعمل له هيدا يعني واخا ما كيبقاش شي مده طويله، لان هذا الجبن هذا كيستهلك يعني داغيه، ما كيوصلش على انه حتى يفسد معنا، يعني يعني داغيه كيستهلك، لان كنستعملوه بشكل يومي في الفطور في المريندة، يعني كيتستهلك بزاف، يعني ما كيوصلش على انه يفسد معنا. اذا كنتو كتشوفوا انه غيقدر يفسد معكم هذه الكميه هذه، فممكن تنقصوا الكميه وتستعملوا الكميه يعني اللي غتشوفوا انكم غادي تستهلكوها في اقرب وقت. هاد الكريمه هذه ديال الجبن ممكن تستعملوها حتى كتزيين لي كانابي، يعني المملحات اللي صغيورين كمقبلات، اولا ممكن يعني تستعملوها فحال مثلا في الكاسكروت، تنزلوا معاها مثلا الذره، اولا كيف ما كنقولوا لي تشيبس، اولا الناتشوس، ولا يعني انتم كتعرفوا ديك
الانواع هيدا اللي كنزلوهم، يعني ساعه ساعه كنزلوهم هيدا في الكاسكروت ديالنا، فممكن تستعملوهم معاهم، كيجيو مزيونين بزاف. كيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو اننا يعني دائما كنجبروا مشكله في طريقه دهن هذا الجبن هذا المثلث ديريكت في يعني على هاد خبز التوست هادو، غتكون الاغلبيه منكم يعني كيبقى يدهن الجبن بشويش باش ما يعني ما يقطعش هاد الخبز هذاي. وهادي انتم كتشوفوا يعني كتقطع معنا واخا دهنتو يعني غير بشويه، وهادي انا يعني هاد الطريقه هادي اللي شاركت معكم، هانتم شفتوا يعني طريقه سهله بزاف وكتبقى يعني واحد الطريقه عمليه، حتى العيال او لا يعني حتى الاطفال ممكن انهم حتى هما يدهنوا الخبز ديالهم، لان الاغلبيه كتجبرني كنت ولاد يعني ملي كانوا باقيين صغار كنت انا اللي كنبقى ندهن لهم لان ما كيعرفوش يدهنوها كيبدا تقطع معاهم. فهذه يعني كتبقى الطريقه يعني جد سهله وجد مبسطه، نتمنىها ان تكون نالت الاعجاب ديالكم. وكما العاده ما تنساونيش باللايكات ديالكم والكومنتاريوز ديالكم اللي كيشجعوني اكثر، وتبارطاجيو مع العائله ديالكم والاصدقاء ديالكم لتعم الفائده بالنسبه للناس الجدد معنا اللي كيشاهدوا اول مره هذا الفيديو هذا. فما تنساوش اذا كان عجبكم القناه ما تنساوش الضغط على ابوني او سبسكريبير او اشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي كنعملو. ودابا غادي نخليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله.